كريم انا امك، ما ينفعش يا ابني تخاصم امك. وانا المفروض ان راجل غريب يجي يطلب ايد امي في السن ده وعايزيني كلكم ابقى مبسوط؟ طالبه على سنه الله ورسوله، ولا ده حرام وانا ما اعرفش؟ لا مش حرام، بس انت واضح ان انتوا بتتقابلوا ومتفقين على كل حاجه وانا اخر من يعلم. انا مش قادر اصدق اللي انت بتعمليه. حبيبي انا فاهماك، طبيعي انك تغير على امك. انت لا فاهماني ولا حاسه باي حاجه. من وانا صغير وانا متعود احكي لك كل حاجه. انت ازاي موضوع زي ده يبقى في حياتك وما تقوليليش؟ ازاي اصلا تفكري في حد غير بابا الله يرحمه؟ جالك قلب ازاي تعرفي راجل تاني؟ خليني ساكت عشان ما اقولش كلام يضايقك. لا يا حبيبي، اتكلم وقول كل اللي جواك، خلينا نصفي اللي بيننا. ياه اخيرا اتصالحتوا. في حد برضه يبقى عنده ام زي العسل كده على وش الدنيا واتضايق منها؟ انت تخليك في حالك وما تتدخلش في اللي مالكش فيه.